بيرجع للدراسه بيقول انه الكلام في حد ذاته طبعا الدراسة أجرها مجموعة من الباحثين في جامعة نيويورك وذكرها موقع ديلي ميل اللي قال إنه كتر الكلام بيعتبر من وسائل تجديد النشاط والتعبير عن الشخصية وإن كثرة الكلام بالستات بيخليهم أنشط من الرجال. يعني أنتوا بتبقوا أنشط مننا لما بتتكلموا كتير. طبعا خلاص احنا هقولك على حاجه كسل حلو مش اللايف كوتشنج مثلا مش بيبقى انت بتبقى عايز تفرغ طاقه سلبيه عايز تفهم نفسك اكتر فبتروح للايف كوتش تقعد معاه بتتكلم وهو بيتكلم لا احنا جيم احنا بنطلع كل ده في الحديد نتكلم بجد بقى شويه بجد على فكره يا نورا يعني اللايف كوتشنج مثلا لما بتبقي انت عندك مشكله بتروحي تتكلمي بتروحي تتكلمي وهو نفسه ممكن يبقى في جلسات كتير انت بتسمعي بس ما بتتكلميش لان بتاخدي طاقه ايجابيه بتاخدي ازاي تتعاملي في حياتك مع الناس وفي الشغل وادائك يبقى احسن صح. طيب هو مش اللايف كوتشنج ده عباره عن كلام يبقى الكلام هو مفيش ادويه ولا في اي ولا تدخل بالزبط. يعني هو الفكره كلها كلام بيخرج من جواك الطاقه السلبيه او مش بيستملك يعني ولكن ممكن يخليك انت تكتشف أحسن. نفسك تكتشف اكتر نفسك أو تفتح مداركك اكتر بالزبط. فالكلام سواء للرجاله او للستات هو وسيله للتعبير عن النفس وتفريغ الطاقه السلبيه واكتساب طاقه ايجابيه انا شايفه كده.